الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. مركز تصفيه الكلي. هذا المركز ديال تصفيه الكلي هو كلينيك بالفلوس. بالفلوس. انت كنا سبق وشناك بعض المنابر الاعلاميه. انا قدمتي المساعده باش تهضر. وي ياك اليوم جبتي ولدك هنايا منين كتخلصي عليه؟ كيعاونونا المحسنين. كيعاونوك المحسنين. شحال هذا ولدك؟ دابا عام باش كيدير هذا. نعم؟ عام. عام هو عنده دياليز. كانوا يعاونوني. اش كنتي كديري قبل ملي الله مرض؟ كانوا يعاونوني الناس وخصوصا تجيبي لهذا المركز. هذا المركز ملي قالوا لي غتمشي للسطات قالوا لي غتمشي للسبيطار الحسن الثاني. ايه. واحد السيده وقفت معايا تما كنيه قالت لي سيري هذا الباص اللي غنعتو لك. وعطاتني واحد الورقه وقالت لي سيري. ملي جيت هنايا كنت كفر معايا على المحسنين وهاد السيد هذا قلنا ما كانش كان كيجي عندي وواقف معايا وقف معايا بزاف في الدري وعاونني بزاف هاد الدري وانا بغيت نرد لي هاد الريجيس اللي دار معايا بزاف بغيت نرد لي واخا شويه منه. انا وقف معايا واحد الوقفه. ودا باش وقف معاك هاد السيد؟ هاد السيد وقف معايا شي عام دابا باش كيدير ولدي الدياليز. هو كيخلص ليا الدياليز شنو اللي خلاك اليوم تعيطي لينا وتجي تقول لنا بغيت نهضر نقول كلمه شكر ولا كلمه بحق هاد السيد اللي دار معايا هاد الجميل؟ شنو اللي خلاك تقوليها؟ هاد السيد هو علاش بغيتي تشكري بالضبط هاد الوقت؟ بغيت نشكرو حيت هو داخل الانتخابات وبغيت نشكرو حيت وقف معايا وقفه. شنو بغيتي تردي ليه الجميل زعما؟ بغيت نرد ليه الجميل ديالو ومعمرني ما ننسى الخال اللي دار معايا. بغيت كاع الناس اللي ملي عرفتو داخل الانتخابات بغيتو كاع داخل حيت شفت الصور ديالو بغيت كاع الناس يصوتوا عليه انه راه عاوني بزاف ومعمرني ما ننسى الخير ديالو. بغيت نرد ليها واخا رد ليها شويه من هذاك الخير اللي دار معايا انه وقف معايا وقفه ديال كان يشري لي يد والدري كان يعاونني كان بزاف د الحوايج. انت ما لقيتيش فرصه احسن من هذه انك تردي ليه الجميل؟ بغيت نرد ليه الجميل ياك. وانا بغيت كاع الناس اللي شافوا كاع الصور ديال الانتخابات ديالو يصوتوا عليه. فاش من حزب هو؟ هذا حزب ديال الاصاله والمعاصره. حزب الاصاله والمعاصره هذا وكيل لائحه بمدينه الصفات. هو هذا السيد لا تيديك هو هذا السيد. نعم. اذا هذه رسالتك شنو هذه رسالتك للساكنه ديال مدينه الصفات ولا رساله هذه رساله واحد الكلمه ديال الحق في حق كلمه ديال يعني شكر في حق هاد السيد سليمان. شنو الرساله اللي تبغي توجهي ليه انت من خلال منبر الوطني؟ انا نبغي كاع الناس يصوتوا عليه باش ينجح في هاد الانتخاب. هو شنو تبغي تقولي ليه؟ شكرا نو كنشكر من هاد المنبر حيت وقف معايا وقفه ما عمرني ما ننساها. وقف ليا مع ولدي ودعمني بزاف وانا كنتمنى كاع الناس يصوتوا عليه دعمه. بغيتي تشوفيه هو اللي شاد مجلس البلدي لمدينة الصفات؟ ان شاء الله. كتشوفي فيه الخير؟ كنشوف فيه الخير على الخير اللي دار معاك. اذا شكرا ليك. الله يجيب الشفاء لوليدك والله امين على جميع المرشحين ان شاء الله. آمين. ويكون الاحق واللي كيستحق ان شاء الله هو اللي غيتربع على كرسي المجلس البلدي ويشد التدابير او التدبير المحلي
بامتياز. اذا متابعينا متابعي الوطنيه بريس، شكرا لكم، شكرا على تفاعلكم وتواصلكم معنا على هذا الفيديو مع كلمة شكر في حق السيد سليمان الإدريسي المرشح عن حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة سطات. دمتم متابعينا في رعاية الله وإلى اللقاء، شكرا لك. الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.